بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست. مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. كتابنا لهذه الحلقة معنا حمود ليحدثنا عنه، تفضل حمود. هو كتاب كيف تفكر كأنثروبولوجي لماثيو أنجيلكا، هو حاليا أستاذ الدراسات الدينية في جامعة كولومبيا، والكتاب هو هدية من الشبكة العربية، والمترجمة المعروفة عمرية سلطاني. جميل، عمرية مشهورة بترجماتها يعني الفذة والرائعة. لنبدأ من أنثروبولوجيا، علم الإنسان كما يعرفه البعض، ما هذا العلم؟ ماذا يعني؟ هو علم يدرس الإنسان من حيث كونه كائن ثقافي. فلو قدم لحم إلى مسلم، لحم مطبوخ بطريقة جيدة وبعد أن بدأ في تناوله قيل له هذا لحم كلب أو لحم خنزير، يمكن أن يتقيأ، فلم يرفضه جسمه البيولوجي وإنما جسده الثقافي. والثقافة هو ما تكتسبه من خلال كونك عضو في مجتمع. فأنت هاشم الهلال لديك صفات بيولوجية لا يمكن أن تختلف مهما كنت، مهما ولدت في أي ثقافة، لكن صفات تختلف إذا أنت ولدت في البرازيل أو روسيا من ناحية طريقة اللبس، طريقة التعبير، طريقة الحديث. فهذا هو ما يركز عليه علم الأنثروبولوجي. هو علم نشأ بمساعدة الدول الاستعمارية لأنها أرادت أن تتحكم بطريقة سهلة على سكان محليين، فكان يرسلون أناس أوروبيون إلى هذه السكان المحليين، يعيشون كما يعيشون، يأكلون نفس الأكل، يتكلمون نفس الحديث، يتعرفون على ثقافة، يحللونها، ثم يكتبون تقارير إلى دول استعمارية. وتأثر العلم في البداية من النظرة الأوروبية التي كانت تقيم أي ثقافة بأنها أدنى من الثقافة الأوروبية. ثم تطور العلم وتخلص من أخطائه. في إحدى الحلقات تحدثنا عن باحثة أنثروبولوجية ألمانية اسمها ماركيا برانت، أمضت عدة سنوات في اليمن وتشربت الثقافة اليمنية هناك، وكتبت بحثا أنثروبولوجيا عن الحركة الحوثية. فهي توصلت إلى أن الروابط القبلية هي مفتاح فهم منطقة شمال اليمن في السياسة، في الدين، في الاقتصاد، وبالتأكيد تحليلها لا يصلح لمجتمع آخر. وهذا ما يفرق علم النفس عن وعلم الاجتماع عن الأنثروبولوجي. علم النفس وعلم الاجتماع مثل ما يقولون يعني يعممون نتائجهم على جميع البشر. الأنثروبولوجي يقول لك لا، أنا دراستي متخصصة في ثقافة معينة، بيئة معينة، جغرافيا معينة. مثلا في مثال آخر، باحث فرنسي اسمه باسكال أقام في الرياض عدة سنوات وعمل بحث أنثروبولوجي عن التفحيط، ظاهرة التفحيط من ناحية ثقافية، وقام معه بودكاست غين حلقة عن هذه الأمر، ممكن احنا تكون موجود في وصف الحلقة اللي قام معه ماجد دوحان، اي يدرس الآن الأنثروبولوجي في أمريكا، اتوقع في جامعة كولومبيا. سعد الصويان باحث أنثروبولوجي معروف، درس الشعر الشعبي من خلال ثقافة العرب. فهذا هو باختصار علم الأنثروبولوجي. أنا أتصور يعني مفهوم الثقافة عموما يعني مفهوم مهم ومحوري في فهم مجتمعات، لكن هل يوجد جوانب أخرى مهمة لمن يريد أن يدرس مثلا ظاهرة معينة مستخدما المنهج الأنثروبولوجي؟ هو من أهم المناهج في الأنثروبولوجي العمل الميداني. يعني هم يقولون أن مثلا كهاشم الهلال ودك مثلا تقيم دراسة أنثروبولوجية عن وادي السيليكون في أمريكا، لابد أن تقيم هناك لأشهر وتمارس الأنشطة التي يمارسها السكان هناك، سواء متعلقة بالعمل أو فرع العمل، حتى تتشرب الثقافة هناك. هذا النقطة أولى. في أيضا هم يركزون على توزيع السلطة داخل الثقافة، لا يعني السلطة المادية وإنما السلطة الرمزية، من يحدد الصواب من الخطأ،
اكتساب المعرفة، انتقال المعرفة. أيضا يحللون اللغة في صفتها تكشف عن مضمر في داخل الثقافة، لأن الغريب والأجنبي عن الثقافة يتفطن إلى أمور لا يتفطن لها أهل الثقافة أنفسهم بسبب العمى الثقافي. صحيح، هو ما يدري أنه التعبير المعين هذا هو يكشف عن شيء ثقافي. أيضا يدرسون القيم، لأن الثقافات تختلف في ترتيب القيم، فهم يدرسون القيم باعتبارها داخل الثقافة هذه. في من ضمن الدراسات ذكرها في الكتاب باحث درس ثقافة الشرق بحر الأبيض المتوسط، وتوصل إلى أن مفهوم الشرف والكرامة يمكن يفسر لماذا لديهم ضيافة عالية، لأنه حريص أن تكون سمعته جيدة، وأيضا لماذا لديهم سرعة غضب، لأنه أشياء كثيرة يعتبرها مساس بكرامته. فقد نتفق ونختلف مع هذا التفسير، لكن هكذا يقوم الأنثروبولوجي، يحاول أنه يفسر جوانب الثقافة بالقيم. جميل. أيضا الطقوس، هم يهتمون بالطقوس، مثلا قضاة في إنجلترا لماذا يلبسون شعر مستعار أبيض، بالتأكيد تعكس الثقافة لديهم أنه القاضي لابد يكون حكيم وكبير بالسن. حين لدينا في السعودية ظاهرة الاحتفال في الطلاق، ظاهرة جديدة هي تعني تحولا في القيم داخل المجتمع. لعلي أختم بمثال، وأرجو ألا يغضب مني الأنثروبولوجيون باعتباري متطفلا على مجالهم. لو أردنا مثلا تحليل لماذا المتصدرين في خطاب الشرعي في الفترة الماضية كانوا يلبسون عقال، المؤرخ يفسرها من ناحية تاريخية، من ناحية زمنية، متى دخل، متى لبس الشماغ. الشرعي ممكن يتناولها من ناحية فقهية، حلال حرام. الأنثروبولوجي يفسر من ناحية ثقافية، هل هي تعكس هوية؟ إذا أنا ما لبست عقال معناته أني أنا أنتمي لشريحة المشتغلين في الخطاب الشرعي. السلطة المعرفية، إذا أنا ما لبست عقال معناته أني أنا مبرز أو مهتم بالعلوم الشرعية، فأي سؤال في الحكم الشرعي يوجه إلي. مثلا كان الجيل السابق ما يعتنون كثير بكوي شماغ، بينما الجيل الحالي يكون شماغ، هذا يعكس تغيرا في قيم الأجيال الجديدة. فهذا مثال حاولت أطبق فيه المنطق الأنثروبولوجي. جميل، وإن شاء الله عادي ما يسألون علي الشباب. لا إن شاء الله حبيبين ومرنين. أنا أتذكر في المناسبة ذي، يعني ختاما لموضوعنا للكتاب، كان في أحد التفسيرات لماذا مثلا سكان الجزيرة العربية، بعض العرب الذين يسكنون الصحاري أو اعتادوا يسكنون الصحاري سابقا على أنهم كرماء جدا ويكرمون ضيفهم يعني بموائد مليئة وكثيرة وإلى آخره. وكان يقال من أحد التفسيرات، ما أعرف إذا كانت هي أنثروبولوجية ولا لا، أنه يقال أنه لأنه الشخص في الصحراء غالبا وحيد وقدرته على أنه ينجو من الصحراء، لأن الصحراء مخيفة وقاسية وعواملها يعني من حر وشمس إلى آخره قاسية، فيحتفي بأي ضيف يأتي إليه. فأحد صور احتفاء به أنه يكرمه، ولذلك يعني يقال ظهرت بعض القواعد أن إكرام الضيف 3 أيام، يأكل يشرب ينام. أتذكر حتى يعني في أحد لقاءات سعد الصويان، هو من أشهر يمكن أنثروبولوجيين السعوديين، كان يقول أنه بعض الضيوف أصلا يكتسبون اسم القبيلة التي استضيفوا فيها، بل أنهم يصبحون جزء منها. ليه؟ لأنه القبيلة هذه أو الأفراد هؤلاء أو المجموعة هذه من قد ما هي تكرم ضيفها وتحبه وتود أن يبقى معهم تنسب إليهم أيضا. فما أعرف إذا كان هذا ممكن تفسير أنثروبولوجي. أتوقع أنه هو أي تفسير متعلق بالثقافة أنثروبولوجي. علم النفس يركز مثلا على الإنسان بصفته فرد، الاجتماع بصفته ضمن مجموعة. أنا أتصور حتى يعني، وأقطع واردك إلا بالخير، أتصور حتى موضوع الكورونا التي أتت السنتين الأخيرة، يقال أنها غيرت بعض العادات الثقافية، من ضمنها عادات الأعراس مثلا. الأعراس كانت مشهورة عندنا مثلا أنها بعدد هائلة، قاعات أفراح، صالات إلى آخره. الآن نتيجة الضرورة، تباعد، احتراسات طبية إلى آخره، أصبح الحرص
حتى التعانق الآن صح صار بالضبط. يعني يصير الناس أتوقع الظاهرة هذه سوف تختفي مستقبل. تختفي أو تقل، لأنه ألاحظ أنه حتى الناس سابقا الشخص كان عليه نوع من الضغط الاجتماعي أنه ضروري يسلم، يعانق، يقبل إلى آخره. الآن في أشخاص ما يفضلون من أول بس كانوا يخجلون، الآن صار عنده سبب، صار عنده حجة أنه يعتذر، أنا أعتذر بس أنا ما أصعف معليش زي كذا إلى آخره. فأتصور أنه هذه يعني أحد الأمور يمكن يعني يستفيدون منها المستمعين في فهم الكتاب، أنه هذه الأمور أحد الأمور المتغيرة في المجتمعات اللي ممكن تفهم أنثروبولوجيا يعني نتيجة ظروف حصلت وزي كذا وإلى آخره. هو الكتاب خفيف ويصلح كمقدمة، لأنه فيه داخل الكتاب فيه مراجع كثيرة ممكن واحد أنه يستفيد منها، وإن شاء الله أنه يكون عرض خفيف على مستمعين. والله ما قصرت يا حمود، أشكرك جزيل الشكر على عرضك لهذا الكتاب يعني. الله يحفظك. الآن إحنا انتهينا من فقرة الكتاب، أتينا إلى فقرة الفيلم. فيلم لهذا اليوم ثري صراحة يعني. فيلمنا هو كونت مونت كريستو، هو فيلم عرض في عام 2002 مبني على رواية كتبها ألكسندر دوما بالتعاون مع أوغست مكي، وأكملت هذه الرواية في عام 1844، مستوحاة جزئية من أحداث حقيقية. الفيلم من إخراج كيفي رينولدز وبطولة جيمس كفيزل وبدور إدمون دانتيز وتاغمارا ديميكس بدور مرسيديس وجي بيرس بدور فرناند مونديغو. طبعا يعتبر هو من الأفلام المبنية على الروايات، ويعطينا بعض الدروس أو بعض العبر في موضوع الحسد، الغيرة، الانتقام وهذه الطبائع البشرية. طيب هو بالعادة الروايات أو القصص والروايات المبنية على أحداث حقيقية أو تحول بعدين إلى أفلام أو مسلسلات يكون لها جمهور كبير، لأن الناس يشوفونها قريبة من الواقع. فإيش فكرة الفيلم هذا؟ جميل. يحكي الفيلم عن شخص يدعى إدمون دانتي. إدمون دانتي عاد من رحلة طويلة في البحر، فقد مات قبطان سفينته التي تدعى الفرعون باسم سفينته في الطريق، واستطاع إدمون أن يقود الطاقم والحمولة بنجاح إلى مرسيليا في فرنسا. كان مالك السفينة الذي يدعى سيد موريل سعيدا للغاية حيال الأمر، فمنح إدموند ترقية، وكان إدموند متشوقا للغاية لتزوج من حب حياته وهي السيدة محلية تدعى مرسيدس. بدأ أن كل شيء يسير على ما يرام، ولكن لسوء الحظ، وهنا تبدأ يعني بعض أمور القصة، لكن لسوء الحظ كان هناك رجلان غيوران للغاية من إدموند، هما محاسب السفينة الذي يدعى دانجلرز اللي اغتاظ من إدموند بسبب نجاحه وترقيته، وصائد محلي يدعى فرناند مونديغو اللي بدوره يحب مرسيدس حبيبة إدموند. فقرر دانجلرز وفرناند مونديغو أنهم سيتهمان إدموند بالخيانة، وأخبرا السلطات أن بحوزة إدموند خطابا تجريميا سيثبت أنه من أنصار نابليون، نابليون بونابرت خوينا القديم يعني. نابليون طبعا هو الامبراطور الفرنسي الذي يزيح مؤخرا في 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 عصر الرواية في في, في عصر القصة، والامبراطور الفرنسي الذي يزيح مؤخرا عن السلطة ونفي إلى جزيرة ألبا. طيب كيف تفاعلت السلطات مع الاتهام حق إدموند؟ والله السلطات قامت بالقبض على إدموند وأخذته بعيدا عن زفافه، لأنه كان مقرر أنه يتزوج مرسيدس. ثم قابل إدموند شخص يدعى السيد فيلفورد، وهذا الشخص هو الوكيل المساعد للمقاطعة، والذي ألقى نظرة على الخطاب التجريمي تسعت عيناه، وألقى إدموند في قلعة دلف وهي سجن في جزيرة تقع على البحر المتوسط ليسجن مدى حياته. اتضح أن طبعا الخطاب قد كتبه شخص مقرب من نابليون ووجهه إلى والد السيد فيلفورد، لذا فقد دمر السيد فيلفورد الخطاب وتمت محاكمة دانتيس بأنه من الموالين لسياسة نابليون بونابرت، وأنه يريد إطاحة الملك الجديد ليعود نابليون إلى الحكم. طيب يبدو الاتهام نوعا ما ثقيل على إدموند بأنه يعني يتهم بخطط انقلاب يعني الإعدام. صحيح بالضبط فعلا.
لا سيما أنه إذا لاحظنا أثناء سير القصة مرينا بأمرين، غيرة وحسد، والآن خيانة من شخص اسمه فيفروت لينقذ والده. لتام فعلا كان ثقيل، فكر إدموند وأثناء وجوده في السجن بالانتحار، أتيحت له فرصة بالتعرف على شخص يدعى الأب فاريا، سجين آخر أراد الهروب حيث كان يقوم بحفر نفق يعني للهرب لمدة 7 سنوات، كان يحفر النفق لمدة 7 سنوات ظنا منه أنه قد يوصله إلى السور الخارجي، وإذا به يصل إلى زنزانة السجين إدموند دانتس. بدلا من أن يهرب للسور الخارجي طلع بزنزانة إدموند دانتس. يعني طيب هذا من سخرية القدر أنه أتي به لزنزانة إدموند بدلا من السور الخارجي. من هذا الأب فارية؟ الأب فارية له دور مفصلي في القصة، فهو عالم متفتح واسع الذكاء، اعتبر دانتس مثل ابنه، إدموند يعني اعتبر إدموند مثل ابنه، علمه تعليما ممتازا على الصعيد السياسي الاقتصادي الاجتماعي الفلسفي الدنيوي، يعني أقام له مدرسة في الزنزانة هذه. أيضا كشف له بالمنطق من كان وراء سجنه والمؤامرة المحاكاة من قبل دونغلار وفرناند مونديغو في وجود كادوروس، وأيضا المشاركة الخفية والبغيضة للمدعي العام اللي هو فيلفورد. يعني كشف له بالمنطق وبالحوارات بالنقاشات اتضح أنهم اللي تسببوا به. كشف له أيضا أحد أسراره، أنه يظهر كأنه مجنون اللي هو الأب فاريا، يظهر للسجانين بمظهر المجنون. قال له أنه هو يمتلك كنز هائل في أحد الجزر وهرب به منذ سنين وخبأه في جزيرة اسمها، هذه الجزيرة اسمها مونتي كريستو، وحتى لا يعرف أحد عن لا يسأل أحد يعني عن الذهب والكنز، فضل أنه يدعي الجنون. في نهاية الأمر وأكملوا يعني حفر خندق أو نفق ليهربوا خارج هذا السجن، توفي الأب فاريا، وعاش إدموند أثناء وفاته في لحظات حرجة. إدموند وجد وفاة فاريا فرصة أنه يضع نفسه في الكيس اللي سيضعون يعني جثة الأب فاريا فيه، ووضع نفسه على أساس كأنه هو الأب فاريا المتوفي. أتوا السجانين أخذوه ورموه في البحر على أنه الشخص المتوفي، ومن هنا فر يعني من السجن إلى الحرية. ومن اسم الجزيرة، صح، من اسم الجزيرة اللي هو مونت كريستو أصبح أصبحوا اسمه كونت مونت كريستو، لأنه الكنز كان مدفون جزيرة مونت كريستو، ذهب لاستعادة الكنز وسمى نفسه كونت مونت كريستو. طبعا هو صار كونت مونت كريستو، ذهب لينتقم ممن خانوه وغدروا به، فذهب إلى خطيبته السابقة اللي هي اسمها مرسيدس اللي أصبحت زوجة مونديغو، صديقة أوكي، وذهب لينتقم من مونديغو لأنه اتهم بالخيانة العظمى وتسبب في سجنه إلى آخره. بالنهاية كونت مونت كريستو أحب فتاة كانت معه، وقرر أنه يترك حياة الانتقام خلف ظهره، يعني بعد أن واجه مرسيدس خطيبته السابقة بخيانتها له وادعت أنها لم تخونه، ظنت أنه هو ميت، واجه مونديغو بأنه خان، تعارك وتقاتلوا وكز كل منهم الآخر وقتل مونديغو، قرر أن يترك هذه الحياة خلفه، حياة الانتقام، ويصبح شخص متحرر من هذه من قيود الانتقام والحسد والبغضاء. قرر أن يكسر هذه الدائرة التي لا تنفك تستمر، دائرة الغيرة، الحسد، الانتقام، البحث عن التشفي، قرر أن يتركها. يعني اللي شدنا حي في الحديث حقك أنه ركز على جوانب مثل الغيرة والحسد، وأنه تناولها بطريقة ملحمية نوعا ما. صحيح قد يكون أنه يعني قد يكون فيها نوع مبالغة، لكن حتى خلي يقرب بشاعة هذه المشاعر. صحيح لأنه ألكسندر دوما اللي هو كاتب الرواية عرض لنا قصة الغيرة ما تسمى ثلاثية الحب والضرر والخيانة بين الأصدقاء. يعني نشاهد مثلا دانتس، هذا راح يصبح قبطان لباخرة تجارية وهو في عز شبابه، لسه شاب عمره 19 سنة وبيصير قبطان، فدعا هذا الشيء أنه يحسدونه أصدقائه لدرجة أنهم يتهمون بتهم تودي بحياته مدى الحياة للسجن، لا يهمهم، الأهم أنهم يشفون غيرتهم، يشفون حسدهم.
في هذا الفيلم يظهر لك إلى أي مدى خلينا نقول بطريقة ملحمية يأخذك الحسد أو الغيرة كإنسان. صحيح فعلا. يعني لنا أيضا مثال بصديق إدموند اللي هو المدعي فرناند، لفق له تهمة، ومو بس لفق له تهمة، لفق له تهمة وسرق خطيبته وتزوجها وتسبب في 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 موت والده، يعني في القصة يعني سوى له كوارث رهيبة، فقط لأنه يغار منه، فقط لأنه يحسده، فقط لأنه إلى آخره. أيضا أنا ما يخفى أنه أذكر أنه هذه الرواية هي واحدة من أكثر ما كتب ألكسندر دوما شهرة، مع رواية الفرسان الثلاثة، سواء في فرنسا أو خارج فرنسا. نشرت هي على فكرة في البداية في جريدة على جزئين، الجزء الأول كان في عام 1844 والجزء الثاني كان على في عام 1846. وإلى هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني هي ترجمت من محمد آية صح هي ترج ايوه فعلا هي ترجمت قبل سنتين او حاجه زي كذا، دار التنوير دار التنوير صح، وعليها يعني طلب كثير. بعد الحين الناس اللي يحبون خلينا نقول القراءه والروايه يفضلون انه الروايه واللي يفضلون مشاهده الفيلم. انا شخصيا للامانه يعني انا شاهدت الفيلم وانا صغير، اوكي اي تعلقت شخصيات الفيلم والفيلم تعلق غريب عجيب. انا احببت القصه جدا، احببت الروايه جدا، وجدت فيها انعكاسات لمشاعر بشرية ليست بسيطة. مشاعر بشرية أصلا تتحكم بالإنسان، ما في إنسان ما يغار، ما في إنسان ما يحسد، ما في إنسان ما يفكر أو يود بالانتقام. سواء في الرواية أو في الفيلم الكاتب تناولها بطريقة جذبتني، استمتعت فيها، وبنفس الوقت شعرت بهذه المشاعر، شعرت بغضب إدموند، شعرت بغيرة مونديغو، شعرت بحسده، شعرت بتذبذب خطيبة مرسيدس. أنا سعدت أصلا لما ترجمت الرواية قبل سنتين، وأنا شخصيا هي من أحب الروايات لي للأمانة. يعني شكرا أبو صالح على عرض الطيب هذا. العفو. ونتخذها فرصة نسلم على محمد آية حنة. صحيح. المترجم إن شاء الله يصير صديقنا معنا. تحب المترجمين أنت. أشكرك والله جزيل الشكر حمود. كذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى أن المستمعين استمتعوا، وأيضا المشاهدين. الآن صرنا على اليوتيوب موجودين، فأتمنى المستمعين والمشاهدين يدعمونا في اليوتيوب، سووا سبسكرايب ولايك وشير، ويشتركون في القناة ويشاركونها مع من يحبون، ويستمعون لبقية الحلقات. كان معكم هاشم الهلال وزميلي المعتاد حمود الباهلي، في أمان الله.